دلوقتي ناخدكم نطمن على حالة الطقس النهاردة. وهيئة الأرصاد الجوية بتقول إن النهاردة طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. وليلا هيكون معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على جميع الأنحاء. وكمان حذرت من وجود شبورة مائية صباحا، وهي ظاهرة جوية مؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة. تتوفر فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين. نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، ونرجع نكمل معاكم. يوم سعيد.